يعني مثل ما شفنا هذا الطفل الثرثار اللي بيحكي كثير، فما بالك يا رنا اللي بكذب اهله لما بيكونوا قاعدين عم يحكوا سيره عن بيت جده مثلا. الطفل بيقول لها لماما يعني لا ماما مو هيك انت حكيتي هيك، او اللي بتقول له مثلا بتصير امه هلا بدها تماما، او اللي بتقول له خالته تعال شوف احكي لي شو عملتوا امبارح، بيفتح لها شي صار وشي ما صار. وهي شكوى بنسمعها على لسان كثير من الامهات، ابني بيحكي كثير، بيحكي بسرعه وبصوت عالي، واوقات بينقل حكي، وهذا اللي بسبب ازعاج ويمكن احراج لكثير من العائلات. طبعا نحن اليوم حنوضح اكثر بفقرتنا شو هي اسباب كثره الكلام عند الاطفال، ومين هو الطفل الثرثار، هل كثره الكلام عند الطفل هي بتكون طبيعيه، وامتى بيتطلب هذا الموضوع علاج. كل هذا واكثر رح نحكي فيه مع مريم الشيشكلي، اختصاصيه نفسيه ومعدله لسلوك الطفل. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الخير استاذه، اهلا وسهلا فيكي. يعني كل الامثله اللي حكيناها بالمقدمه واقعيه جدا وعشناها ويمكن عم نعيشها. كثير من الأطفال بيسببوا إحراج لأهليهم لأنه بيحكوا كثير قصص ما لازم يحكوها. مين هو الطفل الثرثار؟ هلأ خلينا أول نشوف الطفل ببداية حياته من أمتى ببلش يحكي. تقريبا من عمر 3 سنوات حنقول وسطيا، يعني لعمر 5 سنوات ببلش يعبر من خلال الكلام. البداية كان يعبر بحركاته بشوية أصوات، لكن من خلال الكلام صار شيء جديد عليه، فبتلاقيه هو انفتح بموضوع الكلام، فهذا طبيعي هذا السن. ولكن من عمر 5 سنوات للـ7 المفروض يبلش يضبط بعض الأمور أحيانا. إنما الطفل اللي عنده فرط كلام ما بيقدر يضبط نفسه نهائيا، منلاقيه هو طفل وكأنه حيوي ونشيط كتير، حركته ممكن تكون زايدة شوي، فهو ما بيعرف حدوده. يعني ما بيعرف حدود إنه أنا هون لازم أسمع ولا لازم أحكي. هو في عنده كتير من الأشياء بعقله كلها بده يطالعها من خلال الكلام، فبتلاقيه عم يحكي ما عم بيقدر يسمع، ما عم يسمع لحدا. طيب اذا نحن عم نفترض انه الطفل بال3 سنين تقريبا هو ببلش يركب جمل يحكي، بنشوف بهي المرحله الطفل عم يحكي في كلمات ما بتطلع معه صح، بيحكي شوي هي من الا دائما هيك انه بيكون مهضوم حكي الولد بهي المرحله. من هون ببلش الحكي الكثير، يعني من هي المرحله فينا نعرف انه هذا الطفل هو ثرثار وبيحكي كثير ولا لا بده وقت؟ لا تماما، ممكن من بدايه كلامه ببلش يحكي، بس هو يعني هون بصير في شويه خلط لانه ببدايه الكلام طبيعي كل الاطفال يحكوا كثير. ولكن خلينا نقول من 5 سنوات وفوق المفروض انه يبلش يضبط نفسه شوي، يسمع شوي وبعدين يحكي شوي. فمنلاقي لا هو ما له قادر ابدا انه هو يضبط رغبته بالكلام، فمنلاقي انه هو عم يحكي كثير، عم يفوت بمواضيع، يعني بيكون هو عم بيحكي بسياق معين بنلاقيه فات بسياق ثاني، فالقصص فاتت ببعضها، تخربطت القصص بقلب بعضها، فمنلاقي انه هو ما عنده قدره يميز انه انا هلا خلصت الموضوع، هذا اللي بدي احكي فيه، نسي شو كان عم يحكي، يعني صارت القصة مخربطة بقلب بعضها. يعني بيحكي لمجرد يحكي. تمام. ممكن يكون سبب من الأسباب حب لفت الانتباه، ممكن يكون التشجيع بالوقت الخاطئ من الأهالي، ممكن يكون أسباب تانية وراء، شو السبب؟ هلأ أكيد لفت الانتباه من أحد أهم الأسباب، فهو بيكون طفل ما له شاعر بأنه هو في عنده ميزات معينة، أو مو لأنه هو مو شاعر، يعني الأهل ما لهم بارزين عنده هاي القدرات أو الميزات اللي موجودة عنده، فبلاقي أنه بالحكي الكتير عم يتجهوا له، ولو كانوا عم يتجهوا بأنه هن يسكتوه يقولوا له حاجة تحكي حاجة تقر، أنا أخذ اهتمام معين بهي القصة فهي من أحد الأسباب الكتير مهمة. هلأ في سبب آخر هو عند الطفل الحركي، طفل فرط النشاط. هذا بقى بيبقى عرض جدا مهم واضح، هذا الطفل هو مندفع عنده اندفاعية، ففي عنده كتير من الأفكار، بياخذ كتير من الأفكار بده يطلعها كلها، يطلعها إما بالحركة أو بالكلام، فهذا العرض كتير مهم. هذا بيدل على انه هو ننتبه عنده فرط إنه الطفل نشاط. اللي بيحكي كثير ممكن يكون لاحقا او حاليا عنده فرط نشاط. طب هالحاله الاهالي في تصرفات خاطئه بيعملوها مع الطفل مثل اول شيء اسكات الطفل، هي من احد التصرفات الخاطئه جدا، يعني وبطريقه مهينه احيانا، انه انت بتحكي كثير خلص وجعت لي راسي، خلص حاجه تحكي سكوت. هلا هي من احد الاشياء، في اهل بيقولوا انا ما بدي سكته ولكن بتتجاهله، يعني الام بتكون ملتيه بشيء عم تهز براسها بس هي ما لها سمعانه بالنهايه، فهذا بيحرض الطفل على انه هو يحكي بزياده، يعني هي الطريقه بالعكس ما بتسكته، بالعكس بتخليه انه هو يحكي بزياده، فهي من احد الطرق الخاطئه.
ففي هو في اساليب معينه لازم تستخدم لحتى نخلي الطفل يحد من هذا الموضوع. طيب حنحكي لا اكيد خلال الفقره كيف نحن بنتعامل مع الطفل بهي المرحله وكيف فعلا بنقدر نضبط هذا الطفل. رح نروح مع المشاهدين لنشوف استطلاع صغير، يعني مثل ما قلنا اوقات كثره الكلام عند الطفل ممكن يحط الاهل بمواقف محرجه وخاصه لما يكون طفلهم بينقل كلام. رح نحكي عن التعامل مع هالحاله بوجه الخصوص من بعد ما نسمع راي الناس بهالموضوع. لما ابنك بينقل حكي او بيخجلك قدام حدا بسبب قصه معينه كيف تتعاملي معه؟ لا ابدا، اولادي ما بينقلوا حكي ابدا ابدا. انا بتمنى احيانا اذا صار موقف قدام بس يخبروني فيه، هني ما بيقولوا لي شيء ابدا يعني، بس الحمد لله يعني مثال ترباي الحديثه والرائعه. هلا لازم يعرف هو شو عواقب الفعل اللي قام فيه يعني، فبدك تفهميه انه انت عملت هيك 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 صار، فبدك تدير بالك المره الثانيه ما تقع بنفس الغلطه. يعني هو ما في مجال للتراجع عن الخطأ اللي قام فيه، بس انه بدك تكشفي له العيب او الخطأ اللي صار مشان هو يداركه ثاني مره. لا انا عندي بنتين ما بينقلوا لا حكي، ما عندهم هالقصه يعني، شو بيصير بالبيت ما بيحكوا قدام. لا طبعا لا يعني نود اكيد بكون منبه عليهم انا يعني، بس انه متعودتهم دائما انه لا هي القصص ما عندنا اياها نطلع لبرا. شلون يعني ما صار معي صارت هيك قصه يعني؟ طبعا بدي فهمه انه هذا الشيء غلط طبعا، بس مو قدام الناس. بترجعي على البيت بتقعدي معه بتحسس بتفهمي انه واحد اثنين ثلاثة، ما بصير تقاطع اذا كنت عم بحكي مع حدا كبير، ما بصير تتصرف هيك. يعني مثل ما شفنا كثير من الاهالي قالوا انه فعلا بسبب احراج وفعلا بنحتار كيف نتعامل معه للطفل اللي بيحكي كثير، لدرجة الام بتخاف تصير تبعت مثلا اولادها مع ابوهم بزيارة لانه هذا الولد جاهز لا يعطينا التقرير اليومي. طبعاً. وهي من باب الدعابة عم نحكي ولكنه واقع. تمام. كيف التقنيات الصحيحة للتعامل مع الطفل اللي بيحكي كثير حكي ما لازم يحكي؟ تمام، يعني بنقل الكلام، عم تحدد هون بنقل الكلام. تماماً. تمام، هلا هون الطفل أول شغلة الطفل بيتعلم بالنمذجة، يعني بيكون الأب والأم هن نموذج قدامه وهو عم يتعلم، أو المحيط القريب جدا منه. فإذا كان أحد الوالدين بيقرر الطفل بوقت من الأوقات شو صار معك وحكي لنا وكذا، فهذا بيكون تحريض له على أنه هو هي وسيلة عم يتواصل هو فيها. لكن يعني من جهله بهالقصص هي فبيشوف أنه مين عم بيستخدم هالأسلوب معه، إذا هذا جيد فأنا لازم أنقل من مكان الحكي من مكان لمكان. الطفل إذا ما حكى بكافئه ليحكي يعني، تماماً. إذا حكيت لي بعطيك بيرشو بمعنى يعني. إيه تماماً. هلأ أحد الوسائل أنه هو نعلم الطفل آداب الحديث، انه لا ماما انا هلا صار دور انا اني احكي، او هلا صار دور اخوك انه يحكي. واداب الانصات الفعال، فهي من احد الاشياء اللي مهارات اساسيه يعني ممكن انه احنا نعطيها للطفل بخطوات معينه. تمام. طب نحن هون امتى بنشوف انه هون المشكله فعلا كبرت؟ يعني نحن حكينا انه بين تقريبا 5 سنين ل7 سنين. تمام. بيكون الطفل اكتسب اللغه وصار يحكي وكل هدول الاشياء. هون بهي المرحلة نحن إذا شفنا أنه هذا الطفل فعلاً هو بيحكي كتير ممكن ينقل حكي، طبعاً الطفل ما بيكون عنده نية سيئة بهذا الموضوع، بيكون عم يحكي بشكل عفوي، كيف نحن هون لازم نحتوي هذا الطفل ونتعامل معه بشكل صحيح؟ تماماً، أكيد هو بده احتواء مثل ما قلنا. هلأ أول شغلة لازم نسمع للطفل، يعني نحن الطفل اللي عنده كلام كتير عنده طاقة كتير، فأنا وقت بسكته كأنه عم قله أنه أنت احكي بزيادة، فأنا المفروض حدد أوقات للطفل بالنهار أني أنا أسمعه. وهذا الشيء شفنا بكثير من الحلقات كنا عم نحكي على أنه العلاقة الجيدة بين الأهل والطفل، موضوع إشباع الحاجات النفسية. هذا الطفل اللي بيحكي كثير ما له شاعر بالحاجة، ما له مشبع عنده حاجة القبول، فهو بيبقى عم يحكي لحتى يقول أنا موجود شوفوني انتبهوا علي. فالمفروض نحن نحتوي نسمعه كثير، ولكن بأوقات معينة نقول له أنه في خصوصية بالبيت، أشياء يعني بتحصل فأنا بعلمه أنه هون في خصوصية، هي الأشياء هي ضمن البيت ما المفروض أنه إحنا ننقلها لبرا. ممكن أنا بعض الأحيان كأم أعمل بعض الأسرار بيني وبين الطفل، هذا من نوع التدريب، بحكي له شيء صار مثلا معي وبقول له هذا سر بيني وبينك، لحتى أعلمه أنه في أشياء بتنحكى وفي أشياء لا بدها وقت. يعني بدها خصوصية، هي ما بينفع أني أنا أنقلها لبرا. فهي يعني طريقة تعامل، طريقة إخبار للطفل أنه هذه هي من آداب الحديث. يعني المفروض الطفل اللي عنده طاقة عالية للكلام ما بيقدر يلقطها. هلا الأطفال اللي ما عندهم هي الطاقة العالية بيقدروا أنه هن يلقطوا من خلال المراقبة أنه أي هي الأشياء ما لازم أقولها، لكن هذا الطفل اللي عنده فرط كلام هو مشغول بهذا الأمر، فلازم يكون في تدريب لهذا الطفل على أنه
يضبط نفسه بهي القصص. تماما. وعلى العكس تماما بيكون في بعض الاهالي عم يتابعونا بيقول يا ريت طفلي يحكي، طفلي خجول جدا، ما عنده مهارات تواصل، ما عنده هيك اريحيه بالحديث بالزور ليحكي كلمه يمكن بالصف او حتى بالبيت. طب خلينا بالطفل هلا اللي عم يحكي كثير. كثير من الاهالي بيلاقوا انه طفلين يمكن بيناتهم سنه بس، 6 سنين و5 سنين، طفل كثير بيحكي وطفل على النوع الثاني اللي هو خجول او منطوي على ذاته، مع انه عايشين بنفس البيت، عم يتربوا نفس التربيه، اهاليهم نفس الاهالي، حتى يمكن بنفس الصف قد يكونوا بالمدرسه، شو السبب الفروقات الفرديه الموجوده؟ تماما، هي احيانا بيكون نمط شخصيه عند الطفل، هذا طفل نمط شخصيته انه هو حركي نوعا ما، انه هو مسار بشكل عام، وطفل اخر نمط شخصيته هادي. فهون احيانا هي اذا كانوا اخين بنفس البيت فهي العلاقه بنمط الشخصيه، مو العلاقه بالتربيه بشكل عام، ولكن هذا بتصرف معه بطريقه وهذا بتصرف معه بطريقه ثانيه. هذا بشجعه على انه هو يحكي، الطفل الخجول اللي هو ما في عنده قدره على انه هو ياخذ يتواصل بالكلام، هذا الطفل اللي هو بيكون عالمه الداخلي اكبر من عالمه الخارجي، هو بيعيش مع داخله اكثر مما يعيش مع برا، بينما طفل فرط الكلام هو طفل بيعيش عالمه الخارجي هو اكبر، فبتلاقي انه هو عم بتواصل مع الاخرين من خلال الكلام. هلا احيانا كمان ممكن يكون السبب انه هذا الطفل اللي عنده فرط كلام هو عنده قلق، تعبير عن قلق داخلي موجود عنده، خايف، فهو وقت اللي بيسكت معناها عاش مع حاله من جوا، هذا مخيف بالنسبه له، فهو بيحكي بزياده لحتى يضل يعني تواصله مع الخارج، خايف يفوت لجوا. فهذا الطفل المفروض انه انا اشبع عنده الحاجات النفسيه لحتى نتخلص من هي المشكله. تمام. طيب في نقطة هون ذكرناها يمكن خلال الحديث، هو الطفل اللي ممكن يحرجنا قدام العالم، هون نحن قدام العالم كيف لازم نتعامل مع هذا الطفل؟ يعني في اهالي كثير بيحكي الطفل شيء معين، ولد صغير يعني بيخجلوا الاهل فبيصيروا بدهم يبرروا الموقف او الجمله اللي حكاها هذا الطفل، بيحاولوا يبرروها بطريقه مهضومه، طبعا هي بتكون من تحت لتحت، الام عم في تهديدات طول بالك لنرجع على البيت. هون عن جد الاهل شو لازم يعملوا؟ يعني نحن قدام العالم مثلا حتى الطفل شيء محرج، طفل صغير، نحن لازم نسكته، لازم نوبخه قدام العالم، ولا لازم هذا الشيء يكون بالبيت؟ هلا دائما الاهالي بيطلعوا على حالهم وعلى قدرتهم على التربيه من خلال اطفالهم، فوقت الطفل بيحرجهم فهذا بيمس عندهم قدرتهم على التربيه، يعني هذا وكانه هو بيكون انعكاس على انه انتم كيف مربيينه، هيك هن بيشوفوا الوضع، وانما يعني الافراد اللي قاعدين عم يسمعوا هالطفل بيقدروا يقدروا انه هذا صغير. فاحراج الاهل احيانا بيكون فوق الحد، لكن نحن ممكن انه اذا كان هو عم بفوت بسيره ما المفروض يقولها، يعني عم يفوت باسرار البيت، فانا ممكن ناديله على جنب واحكي معه. أو وإنما أنا إذا بدي سكته قدام العالم بطريقة مهينة فأنا هون يعني عم لبي عنده حاجة لفت الانتباه ولو أنه بطريقة سلبية، فهون حيحكي بزيادة وعم أكد حديثه قدام الناس، يعني أنه مضبوط ابني هيك عم يحكي وأنا اللي كنت عم بحكي غير الحقيقة. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.